أنا مع التطبيع ورأيي قلته قبل لا تطبع دول الخليج، ولا زلت مصرة عليه. نجلس على طاولة التفاوض بالحل الدبلوماسي نقدر الوصول إلى حلول عديدة. الأغلبية تجنح نحو السلام دائما صامتة، هذه أغلبية صامتة، أنا أمثل هذه الأغلبية الصامتة. سألتي إن أنا ودي أزور القدس، فاسمحوا لي بزيارة القدس بدون أن تختموا جوازي.